فرحات ترجع ادم قاش تعاود حيت كنبغي تصنت لوالديك كنبغيك بزاف قاش تعاود. البارح في مع جوي هذيك 8 ديال العشيه لقينا ادم اتصلوا بينا الناس، حنا كنا كنقلبوا ديجا في المحطه الطرقيه ديال القمره، اتصلوا بينا الناس كاملين ديال الدرب قالوا بلي راه ادم لقات شي جارتهم قديمه شافته في بوزنيقه عيان شداته، مهم على حسب ما قالنا وكلاته تهلات فيه وكنشكروها بزاف بعدا مني عرفاتو شداتو زعما كنا خلاتو معاها، وحتى هو راه كان سخسخ بزاف حيت 3 ايام ديال انه خارج من الدار، انه هو دار مغامره كرفس راسو كرفس الناس كاملين وكرفس كل شيء. المهم الحمد لله بعدا مني لقيناه، وزعما كاين الدراري كاملين يحاولوا انهم ما يبقاوش يخرجوا من ديورهم، هادشي اللي كاين هادشي ديال لي طابليت سميتو كلشي كيدوز، واحد يلعب شويه يقصر شويه ونعاش شويه ويفيق الغد ويلعب عاوتاني، راه ماشي ديما. والحمد لله ملي ما تلاقى بالتحد وما تكرفس عليه تحد الحمد لله هادشي نقولوا. اما الدري راه كان جاك حل جا كيبانوا فيها السنان والعينين بعد هذا الحمد لله بعد هادشي اللي كاين. وادم دابا فين هو؟ وانا خليته الصباح مني فقت سولته قلت لي اما احسن هنا ولا الناس قال لك بطبيعه الحال الدار. دابا راه جوبونس غيكون داوه باش انه الطبيب باش انه يشوفه حيت صحته ضعفت بزاف وسميتو باش كلوتيريو زعما كاين هاد هادشي اللي شنو تقول المغاربه اللي بارطاجوا الفيديوهات واللي تضامنوا حتى تلقى الادم شنو تقول لهم؟ وشكرا هادشي اللي نقدر نقول لك، والله يحفظ لكم وليداتكم والله يبعد كل واحد على هادشي، والدراري صغار الله يهديكم اجمعوا رؤوسكم. كنشكروا شبكه التواصل الاجتماعي والفيسبوك وكل الناس اللي ازرونا وساعدونا باش تلقينا السيد ادم الابن الضائع ديالنا، وكنحمد الله وكنشكروه وكنشكروا الناس اللي وقفوا معنا وكنبارطاج على نطاق واسع، وكنشكروا هذه الشبكات القنوات ديال الاجتماعيه اللي ساهمت بواحد الوتيره كبيره. ادم خرج مشى كيبات في حديقه ديال حسان، من تما شد طريقه كل خطره فين كيبات لقيناه في واحد الحاله يورث عليها مكرفس موسخ كما قلت لكم، هو دري نقيقي ما كيقربش للدراري الخايبين، وبقى شاد على رجليه كما العاده بغى يمشي عند جدو. هذا هو عاود لينا من استقبلوا العائله من دخلوا شافوه بكا وعنقهم مشينا عنده لتما كانت فرحه كبيره. فين وصل ادم بعدا فين تما راه فين؟ بوزنيقه دار بقى غادي على رجليه حتى لبوزنيقه تما فين السيده شداته وعيطت لنا ومشينا جبناه في ذاك الليل البارح وكنشكروها بزاف. من شافكم ادم شنو كانت رده الفعل؟ كانت صدمه ديال صدمه مسكين، بحيث ما كانش كينتظر غادي نمشيو عنده بواحد 20 ديال الاصدقاء كلهم غادي كيجريو باش يجيبوه، ودابا الحمد لله حنا جبناه للدار كما كتشوفوا هذا الصباح راه حنا ديناه باش يشوفوا الطبيب. و كيدير النفسيه ديال والديه؟ حيت كانت لا الام ديالو باقا مدمره، الام ديالو باقا مدمره بزاف، بحيث ما باقا ما كتحكمش في راسها، باقا كترعد كلها، باقا في واحد الحاله لا حول ولا قوه الا بالله. الله يوقف معها الله يوقف معها، راه حتى هي دينا دابا للطبيب وكنطلبوا من الله يكون الخير بحيث راه ماشي سهل. الرساله ديالي للاطفال كيخصهم ما يديروا حتى شي حاجه تيتشاوروا مع والديهم، ولا سيما الاباء بحال هاد الاباء دابا اللي وقعت لهم هاد الفجيعه، اباء في المستوى على انهم اي حاجه طلبها الطفل وفي صالحه كيديروها ليه، خص الاباء خصهم يتفرقوا مع بزاف ديال الحوايج، لا سيما اخر لعبه كان كيلعب هي الفري فاير، ولا سيما راه هي اللي اثرت عليه ما عنده حتى شي حاجه، هذيك اللعبه اللي تقطعت عليه في ذاك الوقت ما رضاش ولا شي حاجه، هادشي اللي كيبان لنا ولحد الساعه راه عند الطبيب ونشوفوا شنو غادي يقول لنا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.